كم مرة يختم القرآن الصحابة والسلف الصالح؟ كانوا يختمون القرآن في كل 7 أيام، بل عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن في ليلة. وأنا أذكر كان مدرس للقرآن الكريم عندنا في أبها يدرس أبنائي، فبعض زملائه من المعلم القرآن قالوا أنت تختم القرآن في ليلة؟ قال تعالوا معي. يقول بدأت أنا وإياهم المسجل معنا من بعد صلاة العشاء، لكن ذلك الرجل سبحان الله يعني القرآن على لسانه أهون من يعني ماذا أقول لكم، يعني سلاسة غريبة سبحان الله وإتقان عجيب. بدأ بعد صلاة العشاء وهو يصلي بهم، بس مرة يقف مرة يجلس إذا تعب ويصلي بهم، وعندما قبل طلوع الفجر كان قد وصل إلى سورة الناس. يعني إنه ليس مستغربا إذا قلنا بأن عثمان كان يختم القرآن في ليلة. نشاهد اليوم في حياتنا من يختم القرآن في ليلة. طيب، على أي حال، فالصحابة وكثير من السلف كانوا يختمونه في 7 أيام. كيف يقسمونه؟ خذوا مني هكذا: 3 و5 و7 و9 و11 و13، يصلون إلى سورة قاف، ومن قاف المفصل إلى الفاتحة في اليوم السابع. عندما أقول 3 يعني البقرة وآل عمران والنساء، 5 يعني السور التي بعدها، 7 السور التي بعدها، وهكذا كانوا يقسمونه في أسبوع يختمون خدمة كاملة. وعلي حال من ختم القرآن كان له 3 ملايين حسنة.